ديار. 2. دخول الجيش إلى مدينتي وقيامه بترويع الأهالي وسرقة البيوت وإطلاقه النار على العزل، وذلك على مرأى من عيني. كما أحب أن أطمئن أهلي وعائلتي أنني بخير، وأقول لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، والله ولي التوفيق. عاشت سوريا حرة أبية. أنا العسكري المجند عناد عبد الخالق الشيخ خلف، رقم العسكري 8745-140، من مرتبات 1047 قوات خاصة، وهذه هي هويتي العسكرية. قال انشقاقي عن الجيش العربي السوري الذي بات أداة قتل بيد آل الأسد وعوانهم، وأعلن التحاقي باللواء العسكريين الأحرار نتيجة لما شاهدته من قتل المواطنين ونهب للمحال التجارية والانتهاك للأعراض، وذلك بأمر من العميد نايف تركي مشهداني في كل من درعا وأدلب ضد المتظاهرين والأهالي العزة. عاش سوريا حرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نترحم على أرواح شهدائنا الأبطال الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب هذا الوطن. أنا الملازم أول إبراهيم محمد أيوب، وهذه هويتي العسكرية وصورتي، من محافظة حمص مدينة الرستا، من مرتبات الفرقة الخامسة اللواء 15 مشاة الكتيبة 813 ميكا. أعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى ثورة الشعب العربي السوري ولواء الضباط الأحرار للأسباب التالية: أولاً، تفريغ الجبهة المواجهة مع العدو الإسرائيلي وزج قوة الجيش لقتل الشعب وأبناء الوطن. ثانيا، استخدام الجيش كذرع بشري لحماية عصابة الأسد وقوى الأمن ورجال النظام. ثالثا، وكوني شاهد عيان على أعمال قتل المدنيين ونهب للممتلكات من قبل قوى الأمن من خلال وجودي في الأعمال العسكرية في ريف درعا، وخصوصا في إنخل وما شاهدته من تدمير في مدينة الرستن وشقيقتها تلبيسة وباقي المدن السورية. رابعا، ولقد تم اعتقالي من قبل المخابرات العسكرية بسبب رفضي لأعمال العنف المرتكبة بحق المدنيين والتعاطف معهم، وقد اعتقلت لمدة 6 أيام في سجون الفرع 293، وتعرضت للإهانات والتعذيب في الوقت الذي لم يتم فيه محاسبة الضباط الذين ارتكبوا جرائم القتل والسلب. خمسة، وقد وردني معلومات موثقة من زملاء الضباط الذين يخدمون في الفرق الموجودة في المنطقة الوسطى أنه تم تحريكهم مع عتادهم وسلاحهم لمحاصرة مدينة حماة وتجهيزهم لاجتياحها في الفترة القريبة القادمة لقمع المظاهرات السلمية الكثيفة فيها. وأنا بدوري أناشد الجيش العربي السوري ضباطا وصف ضباط وأفراد بانضمامهم إلى ثورة شعبهم السلمية والالتحاق بصفوف لواء الضباط الأحرار، وأطمئن أهلي أني بخير وفي مكان آمن، وأبشر شعبنا الأبي بأن النصر قادم بإذن الله. وعاشت سوريا حرة أبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.